في أول وصول لأصغر سيارة سيدان بأسطول سيارات كيا العلامة الكورية بيجاس بموديلها الأخير 24، لكن ما هي بأي إصدار. نتكلم بالتحديد عن فئة الفل كامل. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة ضمن السيارات الكورية كيا بيجاس في موديلها الأخير 24. نتكلم بالتحديد عن فئة الفل كامل. طبعا السيارة وصلت من عدة أيام، فحبينا نصور لكم فئة الفل كامل. طبعا ما شاء الله عليها نسبة مبيعات جدا عالية، بغض النظر إنها أصغر سيارة سيدان، لكن ما شاء الله فيها مواصفات وتجهيزات حلوة. على سبيل المثال نتكلم عن المحرك اللي هو 4 أسطوانات 1400 سي سي، فأرقامها حلوة. نجي للواجهة الأمامية ونبدأ أكيد كالعادة يا سادة بالتصميم الأمامي. أكيد راح نلاحظ إنه الإضاءات تجي هيلوجين بالنسبة للعالي والواطي، ونلاحظ حتى كشاف الضباب هيلوجين. الشبكة الأمامي طبعا مثل ما نلاحظ جاء باللون الأسود اللماع، طبعا بالإضافة لي إنه عليه إطار من الكروم. نلاحظ هذا الجزء طبعا جاي باللون الأسود كمان، المفترض إنه كشف الضباب هنا لكن جايبينه بهذا الجزء. طبعا لاحظ فتحات التهوية اللي موجودة في الواجهة الأمامية بالجزء السفلي. إذا جينا لمقاس الجنط نتكلم بالتحديد عن مقاس جنط 14 إنش، جاي الجنط باللون الفضي. إشارات بالمرايات طبعا عندنا غير إشارات بالمرايات، المرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل، بالإضافة للمقابض عليها كروم بشكل كامل، وعندنا فتحة بالسقف، بالإضافة لزعنفة موجودة بالخلف، وعندنا حساسات خلفية مع كاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية تدعم جميع الأنظمة كعادة سيارات هيونداي وكيا. عندنا السيارة جاية بمفتاحين طبعا مثل ما نلاحظ، عندنا مفتاحين وريموت واحد، الريموت فيه فتح وإغلاق. طبعا ما في فتح الشنطة، فتح الشنطة عندك بالطريقة التقليدية اللي هو بالمفتاح أو بالمقصورة الداخلية. وهنا الجزء الخلفي مثل ما ذكرنا. والسيارة طبعا تتميز عن فئة الستاندر بمميزات متنوعة، لكن الإضاءات والجنوط نفس التفاصيل على الفئة القياسية. هذه التجهيزات الخارجية. خلونا نتكلم عن بعض المواصفات الداخلية. قبل ما نتكلم عن المواصفات الداخلية خلونا نستعرض مع بعض القلب المحرك، محرك كيا بيجاس 2024. طريقة فتح غطاء المحرك نتكلم بالتحديد عن السحب بهذا الجزء. طبعا نسحب هذا الجزء يفتح معنا غطاء المحرك بالكامل. إذا جينا لمحرك كيا بيجاس القلب النابض في كيا بيجاس 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات دفع أمامي 1400 سي سي. الأحصنة نتكلم عن 95 حصان والعزم 135 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. نلاحظ طبعا ما عليها بطانة داخلية، وهذا هو المحرك بالكامل. طبعا إذا انتهينا من المحرك خلونا نستعرض مع بعض إمكانيات السيارة أو استهلاك السيارة بالبنزين. كلية البنزين تمشينا بالسيارة 17.8 كيلو، التقييم ممتاز بلس بنزين 91 دفع أمامي 2024. خذ سعة خزان القود نتكلم عن 43 لتر، وهذه الإمكانيات بشكل كامل في كيا بيجاس. خلونا الحين نتكلم عن المقصورة الداخلية وبعض التجهيزات الداخلية. وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية. عندنا مثل ما نلاحظ طبعا مراتب جلد ما شاء الله، 5 أحزمة أمان طبعا فيها مثبت لمطبط الأطفال أو الأيزوفيكس. عندنا هذا الجزء طبعا كروم، مقابض داخلية كروم، وهنا كله بلاستيك طبعا مثل ما نلاحظ كله بلاستيك، نوافذ كلها كهربائية. عندنا خلف المرتبة طبعا ما في مساحة تخزين ولا فيها تكاية بالوسط، وهذا الجزء طبعا مسند الرأس ما هو متحرك، لكن بالنسبة للمسند الأمامي فنلاحظ إنه متحرك بالكامل، أما الخلفي فهو ثابت. إذا جينا نفتح للشنطة الخلفية فمثل ما ذكرنا طريقة الفتح فيها بالمقصورة الداخلية طبعا أو بالريموت، لأن الريموت على السيارة مشبوك بالسيارة، فبنفتح بالطريقة الثانية اللي هو بالسحب. ونلاحظ هذه المساحة الخلفية فيها أكيد، هنا مثل ما نشوف الاستبنة، هذه مثل ما نقول الله يعطيني اسمه الفرشات والدعسات، وهنا البطانة الداخلية،
وطبعا الكاميرا الخلفيه بالجزء السفلي مثل ما نلاحظ. عندنا طبعا اضاءات اللوحات هيلوجين. ضمان السياره 5 سنوات او 100,000 كيلو ايهما اسبق، وكيلها بالمملكه الجبر. سعر السياره نتكلم عن 75,000 ريال بالتحديد. هنا مثل ما نلاحظ التغطيه اليوم صارت تركي السيارات بمكه المكرمه. اللي حاب يزور الصاله كل التفاصيل في الوصف. هنا مثل ما نشوف الايزوفيكس، نثبت لمرتبة الأطفال، وعندنا هنا مثل ما نلاحظ الدرج، التكاية اللي بالوسط، حاملة الأكواب، دير أوتوماتيك. عندنا هنا فتحة التكييف مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة، مقابض الداخلية كروم، وبالأسفل طبعا مساحة تخزين موجودة. هنا ناحية السايق، فبنلاحظ أول حاجة خلونا نفتح الباب بهذه الطريقة، نلاحظ هنا النوافذ طبعا تحكم فيها بهذاك الجزء. عندنا هنا مراتب مخمل أو جلد المعدن تحكم فيه يدوي. عندنا هنا تحكم بالمرايات الجانبية، حساس الكفر والتراكشن والإنارة الخارجية، بالإضافة لي تحكم بالميديا والرد على المكالمات. هنا صوت البوري، وهنا مثبت السرعة. شاشة مثل ما ذكرنا في سيارات كيا طبعا تجي فيها أباكار والأندرويد أوتو بشكل عام. طبعا بعض الشاشات تزيد فيها البوصلة. عندنا هنا مساحة التخزين، منفذ اليو اس بي. عندنا هنا قفل المركزي، بالإضافة لي النوافذ التحكم فيها. عندنا هنا جير يدوي او المعذرة اوتوماتيك من 6 سرعات، وهنا بريك يدوي. عندنا هنا حاملة الاكواب والطفاية، طفاة السيارة، الدركسون عندنا مكسوب الجلد، بالاضافة لانارة داخلية هيلوجين. عندنا هنا شماسات ما فيها مرايات. عندنا هنا مثل ما نلاحظ، وهذه امكانيات كيا بيجاس 2024. تكلمنا عن سعر السيارة، تفاصيل السيارة، تجهيزات السيارة بشكل عام. في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم. طبعا تسارع السيارة ما شاء الله، تشوف تسارعها تقريبا في 13 ثانية من 0 إلى 100. تقريبا استهلاك البنزين في البطاقة شفناها قبل شوي، فمواصفات وتجهيزاتها تعتبر معقولة. في النهاية مثل ما ذكرنا في البداية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام وفيسبوك، كل الروابط في خانة الوصف وراح تظهر عندكم البركات. اللي حاب يضيفنا بشكل سريع، كيا بيجاس 2024 أبرز منافساتها، تكلمنا عن L7 بالإضافة للشنجان L7، وعندنا كيا أو شيري أريزو 5، وعندنا برضو اللي هي هنداي اي جراند اي 10، وعندنا مستوبيشي اتراج، وعندنا بالاضافه لي سوزوكي ديزاير. هذه ابرز منافسات كيا بيجاس. تكلمنا عن ضمان السياره وتفاصيلها وتجهيزاتها بالكامل وعن وكلائها بالمملكه. كذا اتممنا هذه التغطيه، في امان الله.